السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموري كروشيه إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة جميلة جدا بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه لو عجبكم الفيديو له لايك وشير واكتبوا لي في التعليقات رأيكم إيه في الشنطة وبتشاهدوني من أي بلد ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي، أنا هشتغل بخيط مكرمية مصري رفيع سمك 2 مللي ده السمك بتاعه هشتغله بإبرة رقم أربعة ملليمتر تقدر تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات تكبروا أو تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها ، هبدأ بسم الله بسيب حوالي خمسين سنتي من الخيط عشان التقفيل وبعمل عقدة البداية وهشتغل تلاتين سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سنتي التلاتين سلسلة مقاسهم تلاتة وعشرين سنتي بالظبط، برتفع كمان سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي أنا هشتغلها وبسيبها وبرجع على التلاتين سلسلة اللي قبلها وبشتغل تلاتين غرزة حشو، أول سطر هشتغله في حلقة ظهر السلسلة، بسيب حرف V وبقلب السلسلة وبشتغل غرز الحشو في الحلقة اللي في الخلف، معايا لفة على الإبرة، بفوت آخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها، بسحب الخيط أصبح معايا لفتين على الإبرة بسحب وبطلع من اللفتين دي طريقة غرزة الحشو بكمل على كل السلاسل كل سلسلة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لاخر سلسلة عند خيط البداية كده انا اشتغلت اول سطر 30 غرزة حشو بقى الشكل زي ما انتم شايفين برتفع سلسلة وهبدأ السطر التاني برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر التاني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة من غير اي تناقص او تزايد وبشتغل في الغرزة كلها تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي معايا لفة على الابرة بسيب السلسلة الارتفاع وبدخل في اول غرزة هنا كده تحت الحلقتين في الغرزة كلها تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبشتغل أول غرزة في السطر الثاني، وبكمل على كل الغرز كل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لآخر السطر الثاني كده أنا اشتغلت سطرين من غرز الحشو على التلاتين سلسلة اللي أنا بدأت بيهم بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر التالت وبشتغل في كل غرزة غرزة واحدة لحد ما اوصل لآخر السطر برتفع سلسلة وببدأ السطر الرابع وبشتغل رايح جاي وبرتفع بالشغل بتاعي على التلاتين غرزة لحد ما اوصل للمقاس المناسب وارجع لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات كام سنتي ارتفعت اربعه واربعين سطر من غرز الحشو على الثلاثين سلسله اللي انا بدات بيهم لحد ما وصلت لمقاس 30 سنتيمتر بقى الشكل زي ما انتم شايفين مقاس الطول 30 سنتيمتر بالظبط ومقاس العرض ثلاثه وعشرين بعد كده هقص الخيط وهسيب حوالي خمسين سنتيمتر من الخيط عشان التقفيل نفس المسافه اللي انا سبتها في البدايه في خيط البدايه بعد ما قصيت الخيط هسحبه من اللفه اللي على الابره عشان اثبته لحد ما اوصل لمرحله التقفيل كده انا خلصت الجزء الاول من الشنطه وده هيكون الشنطه بتاعتي الجنب الامامي والجنب الخلفي هيبقى شكله كده وهخيط الجنبين بالخيوط اللي أنا سبتها بعد كده هشتغل الجزء التاني بنفس الطريقة بس هبدأ باتنين وتلاتين سلسلة زائد سلسلة ارتفاع وهرتفع على الاتنين وتلاتين سلسلة تمنتاشر سطر من غرز الحشو هخلص الجزء التاني وارجع لكم خلاص كده اشتغلت الجزء التاني بنفس الطريقة زي ما اتفقنا بدأت باتنين وتلاتين سلسلة زائد سلسلة ارتفاع وفوتت السلسلة الارتفاع وارتفعت على ال 32 سلسلة 18 سطر من غرز الحشو بقى الشكل زي ما انتم شايفين وقصيت الخيط هثبته وهنضف الخيط الزيادة طبعا في الجزء الثاني ما بنسيبش خيط في البداية هقول لكم الاول المقاسات كام سنتي الجزء التاني اكبر من الجزء الاول في العرض باثنين سلسلة. مقاس الارتفاع تلتاشر سنتي. ومقاس العرض. اربعة وعشرين سنتي. بعد كده هنضف الخيط الزيادة. بابرة التنظيف في الغرز من الخلف. هشتغل الجزء الثالث أربعين سلسلة زائد سلسلة ارتفاع بسيب حوالي تلاتين سنتي من الخيط وبعمل عقدة البداية وهشتغل أربعين سلسلة زائد سلسلة ارتفاع وهرجع على الأربعين سلسلة بأربعين غرزة حشو بسيب السلسلة الارتفاع وبرجع على الأربعين سلسلة وبشتغل أربعين غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة بسيب حرف ال وبشتغل في الحلقة اللي في الخلف بنفس الطريقة معايا لفة على الإبرة بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اللي قبلها وبشتغل غرز حشو لحد ما اوصل لآخر سلسلة عند خيط البداية وصلت آخر سلسلة عند خيط البداية بسحب الخيط أصبح معايا حلقتين على الإبرة بعدي طرف الخيط ناحية الخلف وبقفل عليه غرزة الحشو الأخيرة كده أنا اشتغلت أول سطر أربعين غرزة حشو بعد كده هشتغل كمان سبع سطور وهعمل فيهم تناقص يعني هنقص سبع غرز من الأربعين لحد ما أوصل بعدد الغرز ثلاثة غرزة بعدي طرف الخيط ناحية الأمام مرة تانية وبرتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدا السطر الثاني هعمل التناقص في بدايه كل سطر هنقص غرزه باخد طرف الخيط بتاع البدايه معايا عشان اشتغل عليه غرز الحشو وبفوت اول غرزه في السطر ما فيها وببدا من الغرزه الثانيه وبكمل كل غرزه بشتغل فيها غرزه واحده لحد ما اوصل لاخر السطر هيبقى معايا 39 غرزه ومعايا طرف الخيط عشان انضفه كده انا اشتغلت السطر التاني تسعة وتلاتين غرزة حشو وعملت تناقص في اول غرزة ما اشتغلتش فيها برتفع سلسلة وبنقص بنفس الطريقة بفوت اول غرزة من كل سطر وبشتغل من الغرزة الثانية، بسيب الغرزة الاولى وببدأ من الثانية... وبشتغل في كل غرزة غرزة لحد ما اوصل لاخر السطر برتفع سلسلة وببدأ السطر الرابع بنقص في اول غرزة ما بشتغلش فيها وبرتفع بالشغل بتاعي لحد ما اكملهم 8 سطور وبوصل بعدد الغرز في السطر الاخير 33 غرزه حشو هكمل وارجع لكم تاني خلصت الجزء الثالث بقى الشكل زي ما انتم شايفين اشتغلت زي ما شفنا مع بعض 40 سلسله زائد سلسله ارتفاع وفوتت السلسله الارتفاع ورجعت على ال 40 سلسله واشتغلت 40 غرزه حشو اول سطر وبعد كده اشتغلت سبع سطور عملت فيهم تناقص نقصت في كل سطر غرزة واحدة في بداية السطر لحد ما وصلت بعدد الغرز 33 غرزة في آخر سطر هقول لكم المقاسات كام سنتي مقاس العرض 6 سنتي بالظبط ومقاس الطول 32 سنتي واشتغلت الجزء الرابع بدأت بخمس سلاسل زائد سلسلة ارتفاع وارتفعت عليهم اتناشر سطر من غرز الحشو بقى الشكل كده وهنشوف اذا كنا هنزود سطور او هننقص بخليه على جنب وبجيب الجزء التاني والجزء الثالث وهبدأ اشكلهم عشان اعمل الجزء بتاع الفيونكه هزود هنا كمان سطرين بكده نكون خلصنا حلقه النهارده اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير واكتبولي في التعليقات رايكم ايه في الشنطه وبتشاهدوني من اي بلد وما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته